أينما كنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ولا ريال إلهي سبحانه وتعالى وحاويدي سنينا إنه خير كان وافجيو سيده وكال إلهي سبحانه وتعالى وحاويدي سنينا إنه أمورها نصهله كلا كان عاوة وحالو عقدي الله قنتي إن أن كهذا الله موضوع رنتي مهم ولا يسليه كراء والله باهن يهي وقت كان هذا الجوغة خاصة لن يرد قبلها يويل الشرع موضوعه وحوية سيدي هريب الله إعلامي القصص القرآني قصوينك قرآنك كريمك يعني شيكوينك إلهي سبحانه وتعالى وقرآنك يساكو الشيغي سنوذا أقنا هاي قرآنك وكلامك إلهي سبحانه وتعالى إلهي وحوسو دجيي سيئو ددك وقارسيو وناقو دا الدنيو إيو بدبادة دا آخر مالك كتاب قرآنك وكتاب هداية وكتاب هنونش إلهي سبحانه وتعالى وددي سأيو ددك كو هنونين آيا وحونا ددك كو هنونين آيا مصلحة دا الدنيو إيام دا آخر مركا إلهي سبحانه وتعالى قرآن كأجدد أسو دجيي هدي أي مدى استهي كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور إلهي سبحانه وتعالى قرآن كدحذي سوحو أذيك سدي وسائل آذو فربضا وآذو كالددوان وحقيجي نيسا أجدد أسوين وآه إن أبو النقضو هنون يواناك يبدبادو الدنيا آخرة قصة دا مركة يشاكدو وحي كم انتهي وسائشاس إلهي سبحانه وتعالى او أذيك سدي سيدتكو أي دانتا يوجيددا لغو تلقالي أو أه قوش أدونك يا آخرة يوغاران إلهي سبحانه وتعالى وحو مركة وسيلة دا او أذيك سدي أساقا أموري دادكا ودادكو أساقا أدوما ويهين مركة إلهينا وحوقيها سبحانه وتعالى نفوس دا بشاريقة إن أي او إيلتو أسيدو إلهي كو أبوري أو أي جعشهي كسوينك إيشيكوينك لكن وحا آد لوغان حي أو أي أندراء داد بدان ومسلمين تكاميد خاصة أن يرادا إن أي وقت غوضا كل منا هيان إيا أعمارتو دا إيا وقت غا للي يرني مدا لديه كرو وحلق أبو قيمها بدان نلوش قفك مسلمك سي خاصة سي قودنا نلوش قفك بني آدنك وحي كل ميان وحي كل بحيان وحي كل ميان عمري غوضا إيا وقت غوضا أيغا أو إسله آد بو حسان باهداس إله سبحانه وتعالى وكو أبوري أفلام يعني هدفك يوجدد لغا ليهي أي آدو هو سيسو أو أي نوسو دوبين أما أي نوسو هجاجيين قالو إيا عدو ربه إن آن الدنيا آخرة خسارنو داد بادانو دلن يرادا أرنك أساقا أي وقت غوضا كل منا هيان سيدو كالي وحي كل منا هيان مسلسلاتك آن فائدة وحي نساسو يهلا هيان وحي ربان إن أي كوبو غاكسادان أو أي كوفر وحاكين إلهي سبحانه وتعالى أيابا كو أبوري ونفتو دقلي يجعليهين أما يجعلستان قيسوينك إيو شيكوينك دتكو أي كنستان وأي كن راحستان لكن وحاي الموجيهين أما يسموتيين أما إلا وين أو أي غافل كيهين لما أنت كاس كل غولة
waxay sabab u yihiin akhlaaqda gabdhaha iyo wiilasha dhalinyarada muslimka ah in ay halaawdo oo diintooduna ay ku burburto, xishoodka laga dilo gabdhaha muslimaadka ah, raggana laga tagsiiyo oo lagu beero in aysan waxba ka soo qaadin arrinka asaga ah, oo sidii ay macnaha muruadii iyo kayradii ay sidaa ku tagto. Ujeeddada ugu weynna waxa weeyaan inahaasoo dhan marka la isku daro in dadka muslimiinta ah diintooda looga fageeyo. Marka walaalayaal, ilaahay subxaanahu wa tacaala maadaama isaga uuna abuurtay uuna og yahay in dabiicaddaas aan leenahay oo ah in aan jecelnahay waxyaabaha lagu nasto oo lagu faakahaysto, wuxuu ina siiyey badiil wanaagsan oo dhowran oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo xulay oo ah sheekooyinkii qur-aanka. Sheekooyinka qur-aanka, sheeko kastoo ka mid ah ama qiso kastoo ka mid ah waa xaq, waana sheeko aada u macaan. Ilaahayna subxaanahu wa tacaala nebigiisa calayhi salaatu wasalaam ayuu uga sheekeeyey. Ujeeddaduna waxay tahay, sidaan hadhow gadaal uga faahfaahin doono, qalbiga nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo laabtiisa si loo sugo oo loo dareensiiyo inuu yahay nebi ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dirsaday. Intaa keliya ma ahane, nebiga waxaa la faray marka calayhi salaatu wasalaam qisooyinkaas ilaahay uu uga sheekeeyey isagana inuu nooga sheekeeyo oo uuna soo gaarsiiyo, lianna waxaa ku jirto cibro qaadasho iyo waana qaadasho aad u weyn, khaasatan dadka caqliga leh. Marka qur-aanku marka uu qisooyinka nooga sheekeynayo, ujeeddadu ma ahan keliya inaan nasanno, waa waqtigeenna qayb ka mid ah aan ku qaadanno wax lagu faakahaysto oo lagu raaxaysto. Laakiin qur-aanku hadaf weyn oo aada u ballaaran ayuu ka leeyahay arrinka ayada ah oo tarbiyadii ah, macaanidii iimaanka, in qalbigeena lagu sugo akhlaaqan wanaagsan iyo inaan ka baranno oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu raalli ka yahay, iyo macaani kale oo aada u fara badan oo aan tilmaami doono insha allahu tacaala. Marka mawduuca isaga ah ayaan ka hadli doonaa. Marka hadalku wuxuu dhici doonaa sida soo socota insha allahu tacaala. Waxaan ku bilaabi doonaa muqadimaad ama hordhac aan ugu talagalay qasas ama qisa maxaa laga wadaa. Culimada luqada waxay leeyihiin alqasu asalkiisu waxa weeyaan tatabuc alathar, raadka oo la raacraaco ayaa la dhahaa qas ama qisa. Qur-aankana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ku sheegay qisadii nabiyullaahi Muuse calayhi salaam maca alkhadir iyo wiilkii la socday, markii ay soo ilaaween malaygii ay wateen, oo markii ay gaajoodeen nabiyullaahi Muuse uu weydiiyey wiilkii la socday, aaway malaygii, wuxuu ku yidhi meeshii aan ku soo ilaaweeyey shaydaan unbaa ilowsiiyey. Marka ilaahay wuxuu leeyahay fartaddaa calaa aathaarihimaa qasasa, labadooduba raadkoodii ayay dib ugu noqdeen meeshay ka yimaadeen, oo ay malaaygii iyo kalluunkii ay ugu soo tageen ayay ku noqdeen, ayuu leeyay ilaahay subxaanahu wa tacaala. Marka wuxuu isticmaalay ereyga ah qasas oo laga wado raadkii oo dib loo raacay oo ay gadaal ugu noqdeen meesha ay ka yimaadeen. Sidoo kale qasas ama qas wuxuu isticmaalay ilaahay subxaanahu wa tacaala iyadoo macnahaas loola jeedo fi suurati alqasas. ilaahay markuu ka sheekeeyey nabiyullaahi Muuse calayhi salaam markii hooyadii la amray inay badda ku riddo, kadibna uu fircoon uu qaatay, qisadu aad ayay u dheer tahay. Hooyadiisa nabiyullaahi Muuse calayhi salaam waa hooyo wax dhashay oo cadfi iyo naxariis badan ay qalbigeeda ku jirto, way isheen weysay, inkastoo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ballanqaaday in dib uu ilaahay ugu soo celin doono, weliba nebi laga dhigi doono. iyadoo ay saas tahay, haddana way isheen weysay, waana tabiicatu lum. Walaashii oo nabiyullaahi Muuse walaashii oo ka weyn ayay waxay ku tiri waqaalat liukhtihi qusiih, waxay ku tiri walaashiisa nabiyullaahi Muuse walaashiisa waxay ku tiri qusiihi. Qusiihi waxaa laga wadaa tatabbici atharahu xataa tandurii man yaakhudahu, raadkiisa iyo meesha uu maraayo sii raacraac ilaa aad ka ogaato cidda qaadanayso. Marka qas iyo qasas ama qisa carabi ahaan waxa weeyaan raadka oo la raacraaco weeyaan. Labadaas aayad ayaana micnaha faa'iideynaya. Istilaax ahaan marka la eego, culimada waxay leeyihiin waa alikhbaaru can qadiyatin dhaati maraaxil yatbacu bacduhaa bacdan, waa in dadka looga sheekeeyo qadiyo ama arrin
مراحل له لكن اسكو حيران او قار كهوري قار كدنبه اي قار كهوري اسكو حيران يهين مركا واشيكو اما قصو القد عربي اما استلاح الله وضبا مركا تاس ومعناها قصة دا قصة مركا لليه اما الشيكا مركا لليه معناها هادو واساس مركا ما ددان قصص مشتقات كذا هي تصريفات كذا كلا الدوان يعني سيدا قصة مركا ليرا هذا أما قصص أما قص أما يقص إلى آخره سيدا أي أوكلا بح بحضه أو إريقا أساقا واحبا ظلو وصور دنبالو هي تصريفات كيسا مركا صرفي قال لأيقو قرآن كمركا تفيرسو إن بدن أيو إله سبحانه وتعالى وكسوع العليي أيضو لو لجيدو شاكو إيو قصو ويران أنيقا إنتان أركي لح إيا لواتان غور أيو إله سبحانه وتعالى إريقا أساقا أهديك صدي مركات آد أسي دحكشو أيضو فعل ماضي أو قصصنا أفر غور أيو سوار ورتي أيضو فعل مضارع أفر يتوان غور أيضو فعل أمري أهلا بغور أيضو قصص أهنا لح غور أيو سوار ورتي مركات في رسو قرآن أو آد وغو في رس يعني في رسطو قاببك قصدو أي أغسو أغو إيمانيسو أما إلهي سبحانه وتعالى أو إن أغسو قدبنا أيو ويكالدوين مروا حد أركيسا إلهي سبحانه وتعالى أو إسو تيريي قصدا أو قفك الشاكين أيو أو قصدا سو قورين أيو أو نوغ الشاكين أيو وإلهي سبحانه وتعالى يعني إلهي سبحانه وتعالى أي قصدي نبي محمد عليه الصلاة والسلام أو الشاكين أيو أمثلة هذا هدان سوق هذا نوع أيدها معناها اسمه جنا وحكم ده إلهي وحليه ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل رسل شقار وأن كاجش كيني قفك صالح معدة صالح وإله سبحانه وتعالى مركب وحوق ذيك سدي إن أسرع لفتيسة والنبي عليه الصلاة والسلام وقش كيني آيات كلا آيات سورة غافر إلهي وحليه ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه كواك وحا كجرة أنبيادا قار أنه أنك هكا شاكيني مالك عدة شاكيني سوى إله سبحانه وتعالى آيات كالي إله وحكولي وكل نقص عليك من أنباء الرسل نقص عليك أنك هكا شاكيني نحن نقص عليك أحسن القصص تلك القرى نقص عليك من أنبائها نحن نقص عليك نبأهم بالحق آيادو آد أيو فربذينهين أو إله سبحانه وتعالى ستوسة والنبي عليه الصلاة والسلام وهو الرمايو وقصوينك وغشكينايو